السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا ميت يعني والله أني خارب الضحك. ما زالك كاين واحد البنادم هذاك يسلام مازيغ اللي وسبني هذيك النهار ما خلاني ما بقى لي في الفيديو تاع اسمه تاع سامي لوميس سبني. ما فهمتش أنا وش به وش خدا إسلام هذا. أسمعوا معايا أسمعوا باش نضحكوا كاع كيف كيف خاوة. قلت لكم بلي عندكم الزهايمر ولا ما قلت لكمش؟ انت اللي جاي تقول. اروح اروح. السلام عليكم بوجوه الخير عزوز اللون. هو فرحان وكاع. يوم جيت نفضفض شويه نحي على خاطري. يا مانيز. يا جماعه رب العالمين. جاي فضفض. ايوا ديما تجيش تفضفض دوكا دون كيلكو زانستوك راح تبهدل روحك. هذيك الحكاية هذيك تاع جيتي مانيبيلي مازالك هكذا وجبت على بوت الحكاية تاع بوت فليقة دايما ديماري وكاردو تور من بعد تبهدل عمرك وكذا وتشكم قصدر هكذا مغسول تعاود تولي دايما نشاك فوا. هاي راه نكملها خلص الدنيا قبل قوي خلص يومه ولا لا يهمل شحال تلقيني كي تعيط هكذا ولا تشتاو في الماضي القريب والقريب جدا قبل الأحداث مصر قبل ما ربي يكشف البازقة كان كل جزائري يجي يتكلم على اليوتيوب في الفيسبوك يحركوا قلبه على الأوضاع اللي وصلت لها ويتمنى التغيير في البلاد وهذا التمني شيء مشروع حتى ولو طارق في التغيير هذا شيء مشروع يكفله خصك غير تصفيقات هكذا تاع الغاشية يحيى البومباردي والدستور كان اللي يجي يتكلم حاشاكم يخرجوا له كلاب تعوي وتسبوا ما تخليلوش كيما تسبوا يا عامل الناطق يا عامل اسرائيل يا صهيوني يا عامل السعوديه وكانوا ما يحبوش السعوديه كانوا قلبهم اسود على السعوديه وعلى ال سعود ودوك رجعت ال سعود قول لك يا عامين أمن شو بالكم بعد تعاود دير فيديو تقول جيتي مانيبولي بالك يعني قول لك وهذا بدون إعطاء أي دليل بس تركي كيفاش يقولوا pour discréditer la personne qui parle de son pays avec sincérité اليوم رب العالمين سخر لنا الثورة المصرية الحقيقية المباركة مانيش نقول الثورة تاع 25 يناير ولا الثورة المفبركة تاع 30 يوليو نتكلم على ثورة الرجال ثورة الأحرار اللي وقفت وقفة سلمية أظهرت العالم بو أنا ما نوريلكش زعما لي فيديو باسكو غير المهبول اللي ما يشوفش هذه تاع سلمية هذه ما فهمتش أنا المولوتوف ولي كلاش ولي بيا وسلاح هذاك داخل في السلمية ولا لا؟ تسمى داخلة في الموضوع فاهم؟ كوكو هادو الله يسهل عليهم يتهردوهم احنا قاعد ضحكوا علينا احنا قاعد كانوا يستشفوا فينا بكري الله يسهل عليهم يحلوها بسنانهم ولا الله يسهل عليهم انت انت فيك الدم تاع المصريين ولا يماني كما قال لك جيلو واحد الوقت هكذا فيك عفسة هكذا بيزار تهضر على الجزائر من الجزائر العالم في وجه أقبح ديكتاتورية وأقبح ميليشيات الإجرام للجيش السيسي ما راهوش جيش مصر هذاك جيش السيسي هذاك يد الاستعمار يحب جيش السيسي جيش فيفي عبدو الله يسهل عليهم ولا اسمه إلهام شاهين بين العرب بين الترك الله يسهل عليهم عندنا الدليل القاطع هذا ربي سخر لنا هاد الناس باش ينفتحوا العالم بإسره فتحوا بلدان فتحوا أنظمة فتحوا شخصيات فتحوا ما يسمى بين قوسين رجال دين واليوم الصورة أصبحت واضحة للعيان لا شك ولا ريب فيها شنو هي؟ كي تسمع أمير من أمراء السعودية
يتكلم على نظام بشار الأسد ويقول هذا النظام احنا لا نريد ان يقع. يخ ما تقول ليش زعما هكذا تخمو هكذا. بصح الله غالب انت عندك ديجا تاريخ جيتي مانيبيولي هذه تبخالك في التاريخ وما زالك جيت تقيديرك تقدر تجي يطبعوك وتجي تطرطق. تسمى تاع السعوديه قال احنا مع بشار ياك حياته ياك حياتهم كاع هما كونتر بشار ياك. تسمى دوك اسرائيل غدو تقول لك راني مع بشار نورمال تامنها ياك. وفي التيرا راهي كونتر بشار تامنها انت ياك. هكذا السعوديه سير تيرا كونتر بشار بصح بالله هذا راه هكذا يقول لك راني مع بشار يمشيو فيكم هاد الطعمات تمتنع شغل بوريز بالباب يصيدوك وانهم يساندوك بالمال باش ما اقسم بالله غير بهدلتنا غير نحيها والله نعرف لان السعوديه ودول الخليج والدول الغربيه كلها تساند النظام بشار الاسد باش ما يطيش هذا النظام. شفت لقيتها انت شغل خممت لها هكذا تو بيان ريفليشي ولقيت مرقت انت هكذا مرقت لهم انت بعدا حقا اونتر بارونتيز بان عاود نولي لك على السبان اللي كنت سبني ياك من بعد نريقليك ما تكسرش راسك. حبي يقول شوف يا جماعه احسبوا معايا وجوه الخير سنة نزيدوا نكملوا ياك انتوما اللي كنتوا تطبلوا لمصر بكري كي كانوا يسبوا في الشهادة تهضر انت دوك راك تهضر على الشهادة ما الشهادة ياك انتوما اللي كنتوا تطبلوا لهم اللي كانوا يسبوا في الشهادة ولا لا وخاوتنا وكذا ومنا وهذا فعل فردي وماشي ياك انتوما اللي كنتوا تطبلوا لهم ياك. حنا كنا بلطجية والسودان والمواس وكذا راك مليح في راسك انت راك tu prends les gens pour qui ما فهمتش انا الا انت عندك الزهايمر مريض تنسى ولا ما بيش مشرب تدواك ولا شوف طبيب من الناس يشفاو الناس ما يشوفوا لي فيديو شاهدين خو اي انا ليك انت هادي عيب عليك يعني تسمى عيب يعني تسمى غير روح رجلي روحك والله هادو ما كامل راهم متخندقين في خندق واحد مع الناس اللي كانت تتهم فينا بغير الحق. الناس راهم واقفين صف واحد مع السعودية اللي كانوا يسبوا فيها ويخلولهاش. أنا كلمة السعودية هذه أصلا أنا كلمة السعودية هذه المملكة العربية السعودية ديجا يجوني لي نوزي كي ننطقها باسكو السعودية بلاد النبي ما وسمهاش سعودية هكذا. وآل سعود هذوما أصلهم ماشي عرب ماشي من مكة أوكي فهمت. هذه السعودية هذه انت ليك تقول فيها هكذا فيك جوع هكذا انا ما ننطقهاش من بالكلمة هذه نطقتها لك ليك باسكو دو الناس على حساب عقولهم كما نقول لك. اليوم صابق صبحوا ديزاين سي كونفرنس باك الله غيرك وغايديني سيتو انت والله العظيم هكذا تجي شغل زعما مرقت شغل درت ديكوفيرت هكذا وراك مآمن شغل عضيت الطعمة هكذا وجاي جاي كي القيطوس هكذا جاي كي الكبش تبع وقول باع خو وجاي ودير فيديو اقسم بالله العظيم صفحوا اولياء بعضهم اولياء بعض ماذا زي كونتر كي حبينا نفهموا حب باش الشعب يفهم باش الناس اللي راهي تسمع ليا تفهم كيما راك فاهم انت هادو ما الناس هذا الجمع هذا اجتمعوا ضد الشعوب ضد إرادة الشعوب ضد. أنا والله غير حبيت نسقسي حاجة يعني ما ديك النهار شفت واحد الفيديو تاع هذاك محمد موح يهضر على لا ديسيني نوار وما ديسيني نوار وشي باكوا كل حال الحمد لله سلكنا منها. يقول باللي وشنو هما 3 مليون زعما هذوما اللي زعما إرادة الشعب إيه و 3 مليون هذو نرموهم عندك الحق ما ترميهم شوي واحد ما قال رميهم. والناس اللي خرجت كونتر مرسي شحال نرموهم ما يكزيستيوش هادوك ياك. اللي خرجوا كونتر مبارك ياك كانوا كمشة ومبارك كان يقول لهم بلي راكو كمشة وهكذاك وشعبوا منا
واللي خرجوا كونتر مرسي ماشي شعب، ما فولول مصري ياك هكذا كاع فولول 3 ملايين ولا 4 هذاك الغاشي هذا كاع فولول. كم تجيحوا بركاو الله يسهل عليهم، واش دخل روحك فيهم انت فيك انت، واش دخل واش دخل روحك فيهم انت يا، واش تكلوا في فيهم انت يا، ايش حياتك يا ودي، روح حوس خدمه روح تس. إقامة دول مدنية في بلداننا ضد إقامة ما، والله غير يبان يعني واحد كيكون ما قراش، والله غير مشكل، والله غير يبان يعني يبان ما لقري زعما يسي تقف روحه في جوجل ويكيبيديا، والله غير مشكل وقسم بالله غير يبان. رب العالمين قال عليه يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، رب العالمين ماشي أنا قلت، ربي اللي قال وسموها هم ولا ولا يستوي الأعمى والبصير يعني. ربي اللي قال ماشي أنا اللي قلت، هذه هي واحد ما يزعف. ما تحبش الكلمات دول ديمقراطية، انت ما تحبش ديمقراطية، هذا الناس راهم يساندوا، واش تحب يساندوا في الإجرام، يساندوا في الكريم كونتر لومانيتي. تحيا تحيا، خصك البيبليك ولا خصك بيبليك يصفق لك، وراهم واقفين في نفس الصف ايش يعيط لي مع الناس اللي تتهم فينا بغير حق. ان اليوم ربي فضحهم، ربي فضحهم بطبيعتهم ديزاني ديزاني، وانتم اللي زالي تاعهم هكذا، والصهيون والكرامه وما بيش وشنو، ديزاني ديزاني. اليوم خرج واحد دار ديكلاراسيون دار ديكلاراسيون باسكو هما يمشوا مع الواقف هكذا، صاي تسمى ربي يفضحهم وكذا جاي يطبلوا. اليوم حنا نقولوا انتم غربان الباطل، اليوم حنا نقولوا انتم صهاينه وانتم عملاء السعوديه وعملاء اسرائيل وعملاء امريكا. وانا نقولها احنا نقولها بالدليل بالدليل القاطع والقران، ماشي بالكلام برك، صح ماشي بالكلام برك. عملاء الناطو جردان الناطو حب يقول ماشي حنايا، ماشي نتوما، ماشي نتوما اللي كنتوا تصفقوا للناطو في ليبيا ياك، ماشي نتوما عملاء الصهيون، حنا ماشي نتوما اللي كنتوا تصفقوا البياشل برنارد ليفي بارتو في قاع الطوارات قاع بانوتشو مصور معاهم، ماشي حنا نتوما ماشي نتوما حنايا ياك، وبالدليل سناو الدليل تاعك، الدليل تاعنا بان حنا قاعد تصاور، ماشي حنا خطينا. وتبقى توجو راني نقولكم مع العلم انه يتهردوا. نزيد برك نفكركم في شيء، الناس هادو اليوم راهم واقفين قلب ورب مع نداء مع الاعلام المصري، حاشاك حاشاك. اسمعوا اسمعوا شنو يقول للشهداء، اللي سب الشهداء كي كانوا يسبوا في الشهداء، انتوما احنا كي كنا نسبوا فيهم انتوما كنتوا تقولوا على كل، انا ما كنتش الغاشي كي كان يسبوا يبعثوا في الـ في الـ في الـ كي راحوا الجماعه للسودان وكذا، انتم كنتوا تعيروا في ليزالجيريا وبلطاجيه وما بيش وشنو ومنا وبوايريان وشنو هذا ودي سوفاج، واش بيكم خو ا سو بوين ا سو بوين تستهبلوا الناس انت، ولا غير يلق واحد يسبك يعني ديريكت على اساس باسكو راك تو انسولت لانتيليجونس دي جون ولا ميموار دي جون، تاي لي واحد يسبك يرخصك هكذا نورمالمون نورمالمون، واش تستاهل للجزاء تاعك؟ بصح حكم احنا ولاد فاميليا نهضر على نفسي باسكو راك سبيتني ديجا، والمهم ما عليناش كمل. بيسب الجزائريين راهم واقفين قلب ورب مع النظام المبارك اللي عاد اليوم، شفت اللي اهان الجزائر والجزائريين، انتم اللي كنتوا معاه بالدليل بلي فيديو حاضرين، هاد الناس اللي يدعوا انهم وطنيين وهم بعاد كل البعد على الوطنيه، ونزيد الوضع هاد الناس اسمع الى داير في بالك بلاك فاسيت دي فيديو وكذا، الناس راهم مورجيسترينها، هما الناس راهم مسجلينها هما ما عندهم، ودوك يطلعوهم لك على كل حال تاع هذاك الوقت، فهمت يا البقوقو يا ما كان والو ياك عباكم الناس تنسى كومبليكسي ونجي تكلمونا على الوطنية وتلقاهم هنا، ما عندك حتى وطنية انت يا سيرتو، انت تهدين اللي تدوني تدعم دايما انسانيتي وانني وساند بشار الاسد اللي الى قاضي يعني، بشار زوفري والمعارضة تاعو زوافرة وانت زوفري ومصر
زوافر قاع كيما راهم بين الزوافر الله يسهل عليهم. واش دخلك انت فيهم؟ واش دخلك انت فيهم؟ انت واش راح لك فيه؟ الله يسهل عليهم بين الزوافر بين الاعراب الله يسهل عليهم يتهردوا قاع. انتوما اللي نسيتوا بلي سبوا لكم الشهداء وسبوا هذا وانت فكرتوا زعما هذوك زعما جاي تلعبوا على لاكورد. احنا ما نسيناهاش هذه. انسان السيسي اللي قتل الناس عزل الناس ابليا عزل صار يستابروفي اي بورتون لي بروف كاع لي الكونترير كاع راهو بان مي هكذا تستهبلوا الناس فوز انسولتي لانتيليجونس دي جون ولي زيو دي جون ولا ميموار دي جون وتحبوا الناس ما يسبوكمش تحبوا الناس ما يقلوش الادب تاعهم معاكم. اذا كانت هذه هي الوطنيه تاعكم هذه الوطنيه هذه هذا كيفاش يقول لك اتبرأ منها. من بكري ياك متبرئين منها انتم من بكري من نهار كي خرج زيطوطو قال لهم الالجيري ما يبعثوا البلطاجيه وعندي لي بروف وما عنده حتى بروف على جالو ماتوا ناس مساكن والله العظيم يا خاوتي واحد نعرفه وليد حومه نسابي حفاف تما حفاف عنده صالون كوافير تما حكموه رايح للصالون تاعو قتلوه باش بالضرب ضربوه يفاكيوه الجزائر مات غير كيما للدوك مازال ما يقتلوا لي زالجيريان باش نتفاهموا للدوك بعد قال لك لا لا ريغلومون كونت هاوليك واش راكو واش دارسي الوطنيين نتوما ها واش درتو نتوما للجزائر تيكيات غراتوي كذب. اذا كان الوطنيه انني نبيع الريبي في اختيار تقول تقديس الشعوب انت الا كنت تقدس الشعب ما ديروش هذيك الهده اللي دارها الماتر تاعكم الزربوط هكذا ما ديروهاش هذيك تروحوا ديروا تكذبوا برك باش تبينوا باللي النظام تاع الجزائر خرده الوغ كو هو خرده باين ما كان لا نتوما تقولوا عليه خرده باسكو باين هكذا تعودوا ديروا تيكي كيما هذا لان علي حاجه في نفسي يعقوب وما تخمموش على لي كونسيكونس كاين دي زالجيريان تما ماتوا على جالكم على جالكم فوز دي كريمينال سون فولوار هكذا بلا ما تجيب خبر راك قاتل الارواح انت قاتل ارواح تاع دي زالجيريان ليك تقدسهم تقول نقدس الشعب تقدس الخرات قدس احكمني حاشاكم سمحوا لي. اذا كان الوطنيه اللي تتكلموا بها انه يكون عبد فالوطنيه هي تقديس للشعب تقديس الشعب احنا نقدسوا الشعب انتم تقتلوا الشعب ماشي تقدسوا الشعب انتم تكذبوا عليه ديروا تيكيات حتى قتل عشاو عشاو اللي يحكموا هالجي انت جزائري اروح مرسيونار خباط 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 يا ولي فيديو حاضرين ياك كنت تشوفوا كلش كاين ما فهمتش انايا ما فهمتش انا هو على بالي باللي الناس كاع عم على بالهم وشافين مين انت شغلني حاير فيك فاش تصحح وجهك غسلته بحاشاك ما على باليش باش حاشاكم يا خاوتي انت ما حاشاك ما والو انت راك تعوم فيه فداك الزبل راك مغسول وجيت قابل وجهك هكذا الناس وتقول لهم بوتريكا كيما عصاد ياك تعيب تهضر هكذا الله يرحمك نقصوا الشعب ماشي بكلمة يكون عندنا بيديس يقول قال الله قال الرسول سي فيديس يرفعوا له هذاك الوقت هذا اللي متك هذا اللي تكريكي اللي تكريتيكي صلاته اللي يقول قال الله قال الرسول سي فيني هذوما واش حبيت انا رانا دايرين ديبا عليها مع 70 كاسبا المهم تربح وطنيتنا تمام تسييش دور زربوطك معنا زعما كيستيون زعما تتلاعب بالدين باسكو انت ما انت الدين جاب لها ربي ترتكز عن وطنيتنا وطنية بن مهيدي وطنية عميروش يوقيو إلا تعرف أنت بن مهيدي وعميروش بركا كل ما زوج التوراة والشهادة والمديرين هم باش تخبوا موراهم كما قال عثمان علي واد أشي وردو تريدي بالله يا ودي روح يا ودي أنت ما صحت لكش من باوان توتري سخرنا كما قلت لكم التوراة يعني نحس بنوع من الراحة وانا نتكلم هذا الكلام أبريتي اللي بالك دير فيديو تقول لنا جيتي مانيبولي بالك تروتير بالك الدنيا طويلة ودوك تشوف مازالوا ليا ما تبينوا لك باسكو نتوما عميانين ما تحبوش تشوفوا فو ميم توني توجور كو ليبيا راهي لاباس بها ما تحشموش خلاص لا ريب فيه كما قلت ريبوها يا الزعم مسكينه اللي في صف واحد مع الناس اللي سبت الجزائر واليوم اصبحتوا تستشفوا بالناس حنا واقفين صف واحد مع الناس اللي سبت والله غير بزاف عليك هكذا نورمالمون واحد ما يقيمكش قايتك مي باش من تحبس الكذب شويه
وراك تبهدل في روحك تما راك بهدلت روحك هكذا شغل يعني وجهك يا اخويا ندير بها اكسيدون ولا والله العظيم عندك واحد الوجه هكذا. المهم تاريخك انت باين على كل حال من جيتي مانيبيولي واروح هكذا. السلام عليكم ورحمه الله. تما باش ما يخلعكمش خاوتي زعما جددت على اليوتيوب ولا هذا شوفوا لي ستوريك برك عرفوا تبعوا لي فيديو روحوا شوفوا فيديو تاع الجماعه داروا عليه دي فيديو خطره داروا ضحك في وسط الفيديو جيتي مانيبيولي واسمه سامي وصاليكول داروا ضحك هذا كلون هذا تاعنا تاع اليوتيوب كلون هكذا مسكين شغل دار ديكوفرت تاع السعوديه ديكلارا اي خا روح يا ديرا روح اقسم بالله غير بزاف عليك